إذا غادي نمشيو مباشرة عند ليلى أم ياسين في إعادة إدراج الوصفات والشيوات. أهلا بك ليلى. صباح الخير سناء. كي صبحتي لاباس؟ لاباس الحمد لله. الله يبارك فيك. تحية ليك والطاقم وجميع المستمعين. مرحبا بسلامك، شكرا لك بزاف على المجهود اللي كتقوموا به ومشكورة جدا. العفو اختي سناء. الله يبارك فيك. نكملوا قبل ما نبدا. إيه قبل ما نبدا كنبغي نقدم عزائي الحار للأخت نجاة من هرهورة، توفى لها الأخ ديالها. الله يرحمه والله يصبرهم. الله يجدد عليه الرحمات. آمين أختي آمين. الله يصبرهم إن شاء الله. دابا اختي نكملوا الطلبات. إيه تقشير الجسم. واخا غادي ناخذ واحد الكاس من التخت ديال القهوة. إيه تنضيفوا ليه بيضة، نص كاس ديال الشوفان خرطال، واحد العصير ديال الحامضة، تنخلطوهم مزيان، تنضيفوا ليه معلقة ديال السنيدة ومعلقة ديال الزيت البلدية ولا زيت أرغان ولا زيت الجليسيلين. وتندهنوا به الجسم ديالنا كامل حتى تينشف وتنعملوا كوماج. إيه واخا. ندوزو دابا واحد الشربة الناس اللي تيعانيو من الضيقة. الحساسية. الشربة فيها ربعة ديال البسباس، نص كاس ديال الفول كارم، تيطيبو مزيان، من بعد تيطحنو، تنضيفو ليهم معلقة كبيرة ديال زريعة الكتان، وشوية ديال الكرافس. إيه. وتنسموهم إما بشوية ديال الزعتر أو شوية ملعقة الصوص. تيبقى هاد الشربة إما ياخدوها في الصباح وبالليل. إيه. مع يفطروا بها في الصباح مع الشريحه ولا التمر. واخا. الوصفه الثانيه دائما في الحساسيه، عندنا ربعه ديال الشريحه، تنطيبوها مع كاس ديال الفول، من بعد تنطحنوها، تنضيفوا لها معلقه من زريعه الكتان وقريصه ديال الملح، وتنسموها دائما اما بالزعتر او السلميه اللي موجود في الدار. واخا. الا كانت عندنا الضروه ديال الجمل، فمنين نبغي نطيبوا داك ربع ديال الشريحه مع الكاس ديال الفول، تنضيفوا واحد الطريف منها. طيب معاهم. واخا. ايه. بالنسبه للاطفال اللي تيعانيو نيت من الحساسيه، عندنا نص كاس ديال زريعه الكتان مطحون، معلقه ديال الحلبه، راس معلقه ديال عرق الصوص. تيتخلطوا مزيان، وتناخذوا الدروه ديال الجمل تندوبوها وناخذوا منها كاس. ايوا واخا. تنضيفوا ليها نص كاس ديال العسل الحر ونص كاس ديال زيت الزنجلان، وتنخلطوه مع المقادير الاولى. ايوا. كل صباح تياخذوا كويره، وفي العشيه تنديرهم في واحد القرعه تكون معقمه تبقى في الثلاجه وقت ما بغاو، تيجبدوه قبل باش يلاه تاخر شويه، ياخذوا كويره في الصباح وكويره في الليل. مفهوم اختي سناء؟ اي مفهوم. ندوزو دابا للغسول البلدي. ايوا. غادي ناخذ كيلو من الغسول الحجره. وفي باش غادي نسمو هاد الغسول، عندنا الريحان، سنبل، قنفل، البابونج، الورد، حبه سوداء، وخزامه، وشويه من التاره، وتنضيفوا شويه واحد 10 دراهم من البابونج والورد. ايه. تناخدو هاد العشب كلها هي، تنصهدوها شويه في المقله الثقيله، من بعد تنطحنوها وتتغربل. داكشي اللي بقينا في الغربال تنضيفوا ليه واحد جوج اطرو ديال الماء طيب، وتنخليه يغلى مزيان، من بعد تنصفيوه، وتناخدو واحد البانيو تنديرو فيه داك الغسول، بعدا تندخلوه الفران شويه هو يتحمر يتجمر، وتنديرو في داك البانيو وتنخويو عليه هاد الماء اللي صفينا من داك اللي بقينا في الغربال ديال العشوب. ايه. تنخلطوهم مزيان، ونضيفوا معاهم داك الاعشاب اللي غربلنا، ومن بعد تنخليوه حتى يبرد شويه، وتناخذوا الخلاط الكهربائي تنبداو نهزوا بالمغرف، وتنطحنوا بيولينا بحال الكريمه. الا جا ثقيل تكونوا مجدين واحد اطرو ديال الماء طايب محطوط حدانا، الا كان ثقيل تنعاودوا نزيدوا فيه داك الماء. ايه نضيفوا ليه الماء، وتناخذوا اللاطه كيف العاده تنسرحوه فيها وتنخرجوه الشمس. واخا. ومره مره تنقرشوه بالماء ديال الورد مده 3 ايام. هذا بالنسبه للغسول. اياه ديال الاعشاب. ندوزو دابا اختي للشيوات. تفضلي. عندنا غريبه ديال الكوكو السميده ديال الاخت ملكه ام ساره.
فيها نص كيلو ديال الكوك، ربع ونص ديال السميده رقيقه، ستة البيضات، ثلاثة الكيسان ديال السنيدة، تاس ديال الزبدة عادية دايبة، وجوج معالق ديال المربى ديال الليمون، والروح ديال الليمون، جوج خمارات. غادي نعاود، نص كيلو ديال الكوك، ربع ونص ديال السميدة رقيقة، ستة ديال البيضات، ثلاثة الكيسان ديال السنيدة، تاس ديال الزبدة عادية دايبة، جوج معالق ديال المربى ديال الليمون، الروح وشويه من الروح ديال الليمون، وجوج خمارات. الطريقه نخلطوا البيض مع سنيده في الخلاط مزيان تيولينا بحال الكريمه، عاد تنضيفوا داك الكاس ديال الزبده وتنضيفوا داك جوج معالق كبار ديال المربى ديال الليمون وشويه من داك الروح ديال الليمون. في اناء اخر تنخلطوا الكوك مع داك الخمارات مزيان، عاد تنضيفوا ليه الخليط الاول، نخويو عليه الخليط الاول اللي طربناه في الخلاط. من بعد نخليه واحد ربع ساعة حتى تيشرب لينا الكوك، عاد تنضيفو السميدة رقيقة، تنخليوها ترتاح واحد جوج ساعات في بواطا، عاد تنغسلو يدينا، تنحطو حدانا الماء الزهر والسكر كلاصي سبيسيال، وتندهنو يدينا كيف العادة بالماء الزهر، وتنديرو كويرات وتنفندوهم السكر كلاصي من نوع الممتاز، وتنفتحوهم في اللاطا، تندخلوهم يطيبو، العافية تكون من الفوق بتشقق. ملي تنبغيو نزولوها من لاطا تنخليوها حتى تتبرد، عاد تنزولوها من لاطا. ندوزو دابا الاقتراح الثاني ديال الكرواسه مالحه. ديال مع ملكه ام ساره. عندنا من ربع حتى نص كيلو ديال الفورص، عندنا قريصه ديال الملح، راس معلقه ديال السنيده، عندنا خميره ديال الدار، تنعاود عندنا ربعه حتى نص كيلو ديال الفورص، قريصه ديال الملح، راس معلقة ديال السنيدة، والخميرة ديال الدار. تتعجن عادي وتنخليوها ترتاح. تناخدو واحد ربع ديال الكبدة ديال البيبي، تنخويو عليها الماء طايب، وتنزولو منها داك الخيوط اللي تيكونو فيها، تنصفيوها وتنقطعوها طريفات صغار، تكون صغيرة بزاف. تنديروها في المقلة تشحر مع معلقة ديال الزبدة، تنضيفو ليها معلقة من القزبر والمعدنوس مقطعين، واحد ضريس ديال التومة محكوك، وشويه من الكمون، شويه من الهريسه اختياريه، واحد البصله مشلضه، وشويه ديال البزار، وشويه ديال التحميره. تنشحروا كل شيء مزيان حتى تينشف، وتنحيدوه من العافيه، تنرجعوا للعجينه، تنحطوا فدانا واحد شويه ديال الزيت، وتنعملوا كويرات صغار، وتنرجعوا الكوره الاولى اللي كورنا، وتنسرحوها مزيان فوق الرخامه بالزيت حتى يولي تبان لينا الرخامه من التحت. من بعد تنطويوها شكل ديال المسمنه، ملي تنطويوها تنبغيو نحصلو على شكل ديال الفرماجه، يعني تنجيبو الطرف الفوقاني للوسط والاخر باش غادي تجينا من الفوق غليظ ومن التحت شويه يكون رقيق، يعطينا شكل ديال الفرماجه. تناخدو واحد المربع من الفرماج ديال الساندويش، تنقطعو على ثلاثه، تنحطو في ديك الجهه الغليظه واحد طريف من هاد الفرماج ديال الساندويش، وتناخدو معلقه من الحشوه ديال الكبده. وتنبداو نبرمو، حنايا تنبداو نبرمو راه تتبان لينا انها بدات تعطينا الشكل ديال الكرواسه. صافي تنستفوها في اللاطه تكون مدهونه، وتنوجدو البيض نطربوه مع شويه ديال الحليب وقريصه ديال الملح، تندهنوهم ونخليهم يخمروا وندخلوهم يطيبوا، من يخرجوا ترشوهم بالفرماج محكوك. مفهوم، لا يعطيك الصحه، تفضلي. ندوزو دابا عند الاخت فاطمه من قنيطره، عندنا غريبه بريستيج معمره، عندنا نص كيلو ديال العقده ديال اللوز، العقده ديال اللوز فيها السكر، فيها كاع العناصر كامل ديال العقده ديال اللوز للعتيه ديال اللي تنصيبو، تنضيفو ليها تنديرو في واحد الاناء، تنضيفو ليها معلقه كبيره من القهوه سريعه الذوبان، تكون دايبه مع معلقه كبيره ديال المزهر، وعندنا خماره ونص ديال الحلوى، عندنا معلقه كبيره ديال الكاكاو، وعندنا نص بيضه، تنبقاو نهزو معلقه معلقه حتى نكملو داك نص بيضه. تنخلطوها مزيان ونخليوها ترتاح، تندوزو نوجدو الحشوه. غادي نعاود اختي سناء، عندنا نص كيلو ديال العقده ديال اللوز، تنضيفو ليها معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان دايبه مع معلقه كبيره ديال المزهر، تنضيفو ليها خماره ونص ديال الحلوى، معلقه كبيره ديال الكاكاو،
ونص بيضه، تنبقاو نهزو بمعلقه حتى تنكملوا داك نص بيضه، تنخلطوا كلشي داك العقده مزيان وتنخليوها ترتاح. الحشوه فيها ربعه ديال الزبيب، معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال ماء الزهر، ومعلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وربعه المعالق كبار ديال السنيده. اييه هادشي كلشي تيتخلط وتنحطوه فوق العافيه، تنبقاو نحركو حتى تينشف. ملي تيبرد تنطحنوه، ملي تيطحن تنضيفو ليه واحد ربعه ديال اللوز مسلوقه ومحمره ومهرمشه، تنخلطو كلشي وتنرجعو العقده ديال اللوز اللي وجدنا، تناخدو منها واحد الكويره اللي قالتنا من الاحسن كل كويره تعبر باش يجيو كلهم مقادين. تنبسطو شويه من هاد الكويره ديال عقده اللوز، وتنديرو كويره من الحشوه تكون صغيره، وتنعاودو نكوروها مزيان، تندوزوها في البيض ديال البيض وفي اللوز ايفيلي، وتندخلوه للفرن، العافيه تكون من الفوق ومن التحت. واخا مني تطيب تندهنوها بالناطاج، مفهومه اختي سناء؟ مفهوم. اييه ندوزو دابا لطلب اخر دائما مع فاطمه من قنيطره، صلصه ديال الكراميل. عندنا فيها 125 غرام ديال الزبده، 625 غرام ديال السكر الاصفر، ربعه ديال الكريم فريش، نصف كيس ديال الفاني. تندوبو الزبده مع الكريمه مع السكر وحنا تنحركو، تنضيفو الفاني وحنا تنحركو دائما كلشي حتى تيدوب لينا، وتنخليوه تيبرد وتنخليوه دائما في المجمد فيما تنحتاجوه تناخدوه. ندوزو دابا للقرص، عندنا فيه 3 كيلو ديال الفورص، عندنا خميرة معجونة على حسب الجو ديال الحرارة، إلا كان الجو بارد تنزيدوها بزيد تكون زايدة شوية، عندنا بيضة، قشور حامضة، كاس ديال الزبدة دايبة، وكاس ديال الزيت، وتنجمعو بالماء، تنخلطو كلشي هادشي مزيان، وتخلوها شوية مرخوفة، تنديروها في الكوكوت، ومرة مرة تندلكوها بحال شكل ديال الشفنج، تنهزو من الفوق للتحت. وهذا ندلكو من الفوق لتحت ونخليوها تخمر، من بعد تنكوروها كويرات عاديين شكل ديال القرص، تنديروهم في اللاطة، وتنطربو البيض مع شوية ديال الحليب، تندهنوهم، رشوهم بالزنجلان، وتندخلوهم للفرن يطيبو. باقي الوقت عرفتي سناء؟ واخا تفضلي. ندوزو دابا عند الأخت عائشة السعيدي، عندنا الكيكة فيها 5 ديال البيضات، 10 المعالق كبار ديال السنيدة، 10 المعالق كبار ديال الفورص، 2 ديال الخمارات، 2 كيس أكياس ديال الفاني، 12 معلقة ديال الزيت، عصير ديال 2 حامضات، قشور ديال الحامضة. غادي نعاود، الكيكة فيها 5 ديال البيضات، 10 المعالق ديال السنيدة، 10 المعالق ديال الفورص، 2 ديال الخمارات، 2 الاكياس ديال الفاني، 12 معلقه ديال الزيت، وعصير ديال 2 حامضات والقشور ديالها. تنخدموا الصفار ديال البيض مع سنيده مع باقي المقادير كامله، من بعد تندوزوا داك البيض ديال البيض تنطلعوه بحال ديال بحال الثلج، وتنضيفوه الخليط الاول ديال الصفر ديال البيض غير بشويه بشويه باش ما يتهرش لينا. ايه تفضلي. ومن بعد ندخلوها الطيب، ملي تدخل نكونوا وجدنا كريم باتيسيير. تنديروا كاس من عصير ديال الحامض، 2 معالق ديال النشا او 2 معالق من كريم باتيسيير غبره، وكاس ديال السنيده. تنحركوا كلشي مزيان حتى تيعقد فوق العافيه، عاد تنضيفو ليه واحد طريف ديال الزبدة، تنحركو وتندهنو كل هاديك الكيكة كلها من الفوق ومن الجناب. من بعد تنزينو بالشوكولات الأسود الدايب، تنديرو هذا وتنبداو ناخدو واحد الكاغدو وتنبداو نجرو. مش كيعطينا داك المنظر. والجناب تنديرو اللوز إيفيلي ولا الكاكاو اللي موجود عندنا. واخا التزيين كيبقى اختياري. ندوزو دابا للتشيز كيك ديال الاخت عائشه السعيدي. واخا نختمو به. واخا
عندنا فيه جوج باكيات ديال البسكوي ديال الكوك مطحون ومغربل، 120 غرام ديال الزبده دايبه، تنجمعوهم مزيان وتنلبسوهم المول تيتحل من الجناب وتندخلوه للثلاجه. الكريمه فيها 4 ديال البيضات، تنطربوهم مزيان، تنضيفوا ليهم 4 ديال الفرماجات مثلثين و4 ديال الفرماجات مربعين، تنضيفوا واحد الحك ديال الكريم فريش ولا 100 غرام ديال الكريم فريش، وعندنا 100 غرام ديال سنيده وكاس ديال الحليب. تنخلطوا هاد الكريمه مزيان وتنخويها فوق من داك البسكويت اللي لبسنا المول. تندخلوها للفران غير 25 دقيقه، ملي طيب تنخرجوها وتنرشوا عليها الشوكولاته غبره. واخا الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك، كنشكرك بزاف على الامنيات. باقي المقادير ان شاء الله الاسبوع القادم. أيه باذن الله ان شاء الله. تحياتنا لك، شكرا لك بزاف على كل ما كتقدمي لنا ليلى ام ياسين، واكيد